اهلا بحضراتكم من جديد. لا حديث عن يعلو على صوت المعركه والمعركه الكرويه المرتقبه. مصر تنظم بطوله الامم الافريقيه كان 2019 الدوره ال 32 ابتداء من الجمعه الجايه ان شاء الله. منتخب مصر امبارح يمكن في البروفه الاخيره طمن الجماهير شويه، بعت بعض رسائل التطمين شويه على المستوى في بعض الفترات، لكن من المؤكد ان في ملاحظات كثيره، زي من المؤكد في دلالات كبيرة لاستضافة مصر لهذا الحدث في هذا التوقيت. كلام مهم، عشان كده وعلى مستوى الحدث منه شفنا أن يكون ضيفينا الكبيرين الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك إبراهيم، أهلا بك كابتن. أهلا بحضرتك فندم، منورنا. والسوبر هاتريك ومحبوب الجماهير خالد بيبو عضو لجنة المتابعة والتخطيط لكرة القدم في الأهلي ومدير عام اكاديميات النادي. كابتن خالد اهلا بيك. اهلا بيك ابراهيم. الضيفين دول يا استاذ ابراهيم، انا لي اسبابي الشخصيه ان ابقى سعيد. ايوه الاستاذ ايوب، انا ادعي او بتمحك ان انا احد ابناء هذه المؤسسه. مش بتحقق، ده احنا بنشرف بيه. ربنا يخلي حضرتك. يعني لمده تقريبا 6 سنوات بانتظام كنت مع حضراتكم في اجمل فتره ليا كفيلم مع الاعلام المصري. خالد ده انا بعتبره اخويا الصغير، وادعي ان انا اللي اكتشفته تحليليا وتنبأت له هذا الكلام، وكنت بقول له انت محلل رائع، لانه بدم كان موهوب في ال 18 الوحيد اللي يعرف يقول لنا الكره دي ضاعت ليه وجت جول ليه. صح. فالحقيقه كان بيغيظنا. ربنا يخليك يا باشمهندس. وفي اللحظه دي زي ما بيقول الاستاذ ابراهيم، احنا دلوقتي تحت علم مصر تنطوي كل الانتماءات. ما فيش حاجه اسمها جمهور ايه وجمهور ايه وجمهور. احنا جمهور مصر كلنا دلوقتي، وباذن الله لن يهدأ لنا بال الا بالفوز بهذه البطوله اللي على ارضنا، اللي احنا نعول عليها كثيرا عشان نوسع الجاب بيننا وبين المنافسين. يعني الكاميرون قربت مننا خطوة، لا عايزين نرجع المسافة إن شاء الله. أستاذ أحمد، استضافة مصر البطولة في التوقيت ده 6 شهور فقط قبل انطلاق البطولة، الكاميرون بتتعثر في ملف الإنشاءات، فجأة الحكومة المصرية تبدي استعدادها الكامل لهذه الاستضافة في هذا التوقيت بهذه الظروف، أنت شفتها إزاي؟ كان أولا بسم الله الرحمن الرحيم بشكرك طبعا سوريين أستاذ الكبير، وإن كنت تستضيفوني في حاجة زي كده مع نجمنا المحبوب. يعني أشكركم وبقول كل سنة طيبين. إن شاء الله بإذن الله تكون بطولة تعبر عن حضارة وتاريخ وعظمة مصر. يعني الحقيقة طبعا ده مش غريب على مصر، الغريب فقط إنك أنت أو الجديد فقط إنك أنت بقت عندك قيادة عارفة قيمة بلدك وعارفة أنت تقدر تعمل إيه وعارفة ثرواتك وعارفة قدراتك وعارفة إمكانياتك. وعشان كده انا يمكن احاولك على حاجه، انا مش مستغرب في البطوله، لا ده انا متخيل ان البطوله دي خطوه لانك تروح تقدم لكاس العالم وانك تستضيف كاس العالم، لانه انت عندك كده عارفه كويس قوي ان مصر تقدر تعمل ده وعارفه امكانيات مصر وعارفه ازاي تستغلها صح. وبالتالي انت لما جيت تقدمت انت اولا انقذت الاتحاد الافريقي من ازمه حقيقيه كانت هتواجهه، واثبتت انك انت في هذا الوقت الضيق اللي كان كله بيراه انك انت مش تقدر تعمل فيه حاجة انت حققت ده. رديت بيه على 4 حاجات اساسية. رقم 1، انت بتقول ان مصر امنة، مصر قادرة تستضيف اكبر حدث كروي في القارة الافريقية في اقل وقت ممكن وجاهزة ليه، دي 1. 2، ان امكانيات مصر كبيرة ومتاحة وتستطيع انها تستوعب هذا العدد الكبير اللي هو الاول مرة يكون موجود في الامم الافريقية 24 فريق، يعني كم كبير جدا من الاستعدادات انت محتاجها. رقم 3، انك بتقول ان البنية الاساسية اللي انت عملتها على مدى 5 سنوات الماضية ما كانتش جاية من فراغ، ولا انت كنت بتشتغل في الهواء ولا عشوائي، انت عارف انك انت بتجهز بلدك انها تكون جاهزة لمثل هذه الاحداث ومثل هذه الفعاليات، الناس تيجي تشوفها بقى، الناس تيجي تشوف الانجازات دي. رقم 4، دي النقطه المهمه جدا اللي قاله بقى الرئيس لما قابل اللعيبه واللي قاله وهو بيتفقد استاد القاهره، ايه فلسفتك من استضافه هذه البطوله؟ هل مجرد منافسه كرويه؟ قد تكون منافسه كرويه عند اهل الكوره، انما انا بالنسبه لي كصحفي راجل بشتغل في السياسه بقول لك مش بس منافسه كرويه، انما رساله للعالم كله بتقول ان دي مصر، دي قيم مصر، دي ثقافه مصر، دي حضارة مصر، دي أمن مصر، ده استقرار مصر، ده جمال مصر، دي مصر اللي بتقول لكم اتفضلوا بابها مفتوح قادرة تستوعبكم في أمان في سلام
في استقرار ويشوفوا بنيه اتعملت في سنتين، شوفوا دوله اتعاد بنائها من جديد، دوله بتقول كانت شبه دوله في فتره قريبه جدا، النهارده بقت دوله قويه، دوله ماسكه نفسها، دوله عندها قدره انها تكون جاهزه في اي وقت. فالاربع حاجات دول انت وصلتهم، وان شاء الله هتكتمل الرساله بتمام البطوله، والعالم يشوف ان شاء الله افتتاح مبهر وختام مبهر ان شاء الله، بغض النظر زي ما قال برضو الرئيس ان الفوز ده طبعا احنا نسعى ان احنا منتخبنا يفوز، لان ده بتسعد ده اللي هيكمل الصوره بالظبط. انما الاهم عندي انا ازاي تكون قادر على استضافه هذه البطوله، ازاي تكون قادر من اول لحظه انك انت تكون مجهز نفسك امنيا اقتصاديا اجتماعيا سياحيا فندقيا مروريا، تكون جاهز. ده انت جاهز الحمد لله. وانا بيطمني اكتر انه النهارده لما يعقد اولا لما رئيس الجمهوريه يكون بيتابع كل لحظه وكل دقيقه، يمكن انا متابع ده بشكل دائم نتيجه شغلي، انه لما يبقى متابع بهذا الشكل وبهذا الدأب، وانه في التواصل مع رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يروح ومساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه المهندس الشريف اسماعيل يروح اسكندريه ويتابع، ورئيس الوزراء بيتابع في القاهره، ووزير اخر بيتابع في 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 الاسماعيليه، رقم اثنين وزير الداخليه لما يعقد اكثر من اجتماع عشان يدي رساله ان التامين موجود وان رجال الشرطه وطبعا بدعم من القوات المسلحه هيكونوا موجودين وبيامنوا هذه البطوله، انت بتدي رساله ان هذه مصر الامان وان شاء الله هتكون بطوله ناجحه. فاعتقد ان الرساله باذن الله وصلت وهتصل اكتر مع بدايه البطوله. عايز اقول ان استضافه 24 فريق احنا اقتربنا من كاس العالم. من كاس العالم بالظبط. هم 24 فريق في عدد محدد، في كميه تحرك، في اسكان، في احتياجات، هي بالظبط. بينقصها ان الجماهير اللي كانت هتتدفق من كل انحاء العالم، اللي بلادها تأهلت يعني. بس هي بتبقى فرصه للدول زي ما روسيا قدمت نفسها كويس قوي، الناس شافت الله ده روسيا جميله، ده روسيا حلوه، ده روسيا مرحبه، ده روسيا. اتغيرت الصوره الذهنيه عن روسيا من خلال كأس العالم بالظبط. احنا كابتن خالد يعني ترى ان قدرتنا في استضافه 24 فريق وينجح تنظيميا، خلينا في التنظيم وقبل ما نتكلم في الناحيه الفنيه، ده ارهاصه ان احنا يعني نقول للعالم لما نقول لكم بقى كاس العالم ما تستكتروهاش علينا؟ بص انا هاخد من كلامك، واول كلمه انا كتبتها عندي بالقلم اللي انا خدته اول ما جيت القناه، فرصه. فرصه، احنا جات لنا فرصه عشان نقول احنا فين. احنا بقالنا فتره طويله بعاد او عايزين يبعدونا، عايزين دايما يحطوا مصر في صوره ان هي ما تقدرش تعمل اي حاجه، ما تقدرش تنظم، ما فيهاش سياحه، مصر ضعيفه، اقتصادها ما يتحملش، اقتصادها ما يتحملش، بنيتها ما تتحملش، بنيتها ما تتحملش. فانت بقالك 10 سنين او فتره، مش عايز اقول بالسنين بالظبط، بس بقالك فتره، هو ده التوجه العام بره حواليك، عايزين يحطوك في الخندة ده او في الزاويه دي، ان انت ما تقدرش تعمل اي حاجه، او ان انت بلد ضعيف، او ان انت ما ينفعش تقود افريقيا، او ما ينفعش تقود البلاد العربيه، ما تقدرش يبقى ليك صوت. فهو ده كان التوجه، فانت جات لك الفرصه ان انت تقدر تقول في 6 شهور انا اقدر اعمل، اقدر انظم، اقدر اكون استقبل كل الوفود اللي تقدر تجي لي في مصر، اقدر انظم بطوله كبيره جدا. فهي فرصه، اعمل فرصة. ملاعب حلوه، اعمل كل حاجه ده. هي فرصه جات لي، فرصه ان انا اكلم الناس بره بشكل مختلف غير الكلام اللي احنا كنا بندافع بيه عن نفسنا طول الوقت، لا محتاجين ان احنا نهاجم دلوقتي. طيب. احنا في وقت الهجوم دلوقتي، وده مردود وباقي على الكره المصريه بعد انتهاء البطوله. ما هو ده الجزء الاولاني، انا رديت في الحته اللي انا محتاج ان انا ارد فيها، واحتاج اقول للعالم كله لا انا مصر تقدر وقادره ان هي تعمل اي حدث، سواء كبير صغير، حدث رياضي، حدث سياسي، حدث اجتماعي، سياح، اقدر اعمل الكلام ده كله. فانا رديت. طب بقى الفرصه بالنسبه للمسؤولين، انت دلوقتي البلد كلها والحكومه كلها والشعب كله هو رايح لاتجاه الرياضه، بيقول لك ان انا اقدر ان انا اعمل رياضه بشكل مختلف، مش والرياضه كمان خلي بالك اتخذت في رجلين في الفتره اللي فاتت دي، ان هي سبب كل المشاكل او سبب الاستقرار في وكل الناس على فكره اللي بتشعبط في الرياضه دلوقتي هي الناس اللي كانت بتقول لك لا نلعب ايه بالكوره؟ ما اقفلوا الدوري،
الغوا الكوره خالص، الغوا الرياضه خالص، دلوقتي كله بالشعبط وكله بيعمل فان اي دي وعايز يروح الماتشات وعايز تذاكر وعايز يروح يتصور مع اللعيبه في منتخب مصر وعايز يتشعلق تاني في الرياضه، دايما هو كان بيزق الرياضه عشان يعني هي اللي تشيل الليله كلها في الاحداث الصعبه، هو اللي بيتشعبط فيها دلوقتي عشان يخش معاها في الاحداث الجيده. فابو فرصه راحت للناس المسؤولين عن الرياضه ان انت بقى تستغل الحدث الكبير ده، تستغل ان انت عندك استعدادات وعندك بنيه تحتيه قويه جدا وتقدر الجماهير وتقدر تامن المباريات وتقدر يبقى عندك جماهير بشكل كبير جدا وتقدر ان انت يبقى عندك دوري قوي منتظم ملتزمين فيه كل الناس سواسيه. يعني تقصد لازم ينعكس على الاداره الرياضيه؟ طبعا طبعا، لو ما استفدناش من الفرصه دي في التوقيت ده يبقى هناخد فتره طويله قوي على ما نرجع تاني. الدوله عملت اللي عليها، ادتك البنيه التحتيه، اديني الاداره. اديني الاداره مش كده ولا ايه؟ طيب استاذ احمد اديني تفسير في التوقيت ده يتم اختيار الكابتن محمود الخطيب سفيرا للكره او سفيرا للبطوله. هو ده مش محتاج تفسير بقدر ما هو محتاج ان احنا نبقى عارفين قدراتنا وامكانياتنا. قوه مصر، جزء من قوه مصر ابنائها المتميزين الموهوبين. ايوه. ومحمود الخطيب مش اختيار النهارده. قوتها نعم. بالظبط، مش اختيار النهارده. وانا عايز اتكلم في القوه الناعمه ديت بعد ما اخلص الجزئيه ديت لان دي نقطه مهمه جدا. محمود الخطيب مش النهارده، محمود الخطيب اختياره من 82 و83 وما قبلها. لاعب فرض نفسه، قدم نموذج مصري محترم. احنا دايما هو النهارده محمد صلاح ده اللي احنا كلنا متعلقين بيه ونقول انه فخر العرب وفخر مصر. هو ايه فكره ان انا احتفي بهذا اللاعب؟ ايه فكره ان انا ابقى كل الشعب المصري بقى مباريات ليفربول بالنسبه لهم كانها الاهلي او الزمالك؟ أيوة. كان ليه؟ غريب. لانه انت شايف اخوك، شايف نموذج منك بيحقق نجاح. الخطيب من واحنا صغيرين بيطمنك على نفسك. بالظبط، شايف قدامك نموذج، شايف قدامك قدوه. هذه القدوه انت مش مستغرب انه يتم اختياره سفير. ليه؟ لانه هو يستحق هذا. بالعكس، ده كان الغريب انه ما يختاروش. أيوة. ده الغريب بالنسبه له. فانت بتختار نموذج محترم قدم نفسه بشكل كويس. هنا بقى ارجع للجزء اللي قاله المهندس عدلي وفكره القوى الناعمه. القوى الناعمه اختلف مفهومها واختلف طبيعتها. زمان كنا بنتكلم على المثقفين، على المفكرين، على الادباء، بنتكلم عن نجيب محفوظ، بنتكلم عن يوسف السباعي، بنتكلم حتى على الفنانين وام كلثوم وغيرهم. النهارده انت عندك الكره، كره القدم هي جزء اساسي من القوى الناعمه. النهارده انا بقول اهو 100 مليون بني ادم مع كل احترام البرازيل، ما كانش حد يعرف يعني ايه برازيل الا من خلال الفريق المنتخب البرازيلي ولاعيبه البرازيل. صحيح. انت النهارده وجود واحد زي محمد صلاح غير لك المود العام للانجليز بالنسبه لك، صح ولا لا؟ رؤيتهم. ده انا بقول للناس اللي كانت زعلانه ان هو في جون بيصطاد، قلت له صورته مع السمكه في الجونه دي دفع فيها كام؟ كل اغلفه اغلفه تمام كبيره واتنقل هذا الحدث. وبالتالي انت عندك محمود الخطيب جزء من القوى الناعمه المصريه، ازاي تستغله؟ ازاي تتعامل معاه؟ ازاي تستغل هذه الموهبه هذا التاثير؟ هو ده دورك انت بقى زي ما قال الكابتن خالد، انت ازاي الدوله قدمت لك كل ده؟ ازاي تستغل هذه الامكانيات التي قدمت في وقت ضيق وباعلى قدر ممكن؟ ازاي انك تستغلها انك تحسن ادائك؟ الرئيس على فكره قال جمله مهمه جدا، قال هذه البطوله يجب ان تكون دافع للرياضه المصريه، مش كده؟ الله دي يجب ان تكون دافع للرياضه المصريه. اذا ما وقفناش عند الكلمه دي وكل نادي بدا يفكر بدايه من نظام التذاكر الجديد اللي بيامن لك ازاي الجمهور يدخل من غير مشاكل، ازاي انا اعممه في الفتره اللي جايه، وازاي يبقى ده الاسلوب بتاعي، طريقه ده يحل لك مشاكل كتير جدا. بالظبط. فانت النهارده مش بتعمل البطوله زي ما انا قلت من الاول، مش بتعمل البطوله شهر وهتنتهي، ده انت بتعمل لمنظومه رياضيه مصريه مختلفه على مدى السنوات القادمه. طب دي رساله لحضرتك للقيادات الرياضيه؟ طبعا. واللي مش هيفهم ولا الرساله ولا تعليمات؟ لا دي رساله، مش هقول تعليمات، رساله في شكل يعني تعليمات، رسالة واضحه. وبالمناسبه ليه؟ خلي بالك في حاجة مهمة جدا احنا مش واخدين بالنا، مش يعني في ناس كتير مش واخدة بالها منها، مش عايزة تاخد بالها، مش عايزة تاخد بالها منها. انت بتبني دولة، اسهلها ما تشوفش. انت بتبني دولة. لاحظوا حاجة، ويمكن انا قلت النهاردة الكلام ده في صباح خير مصر، انه الرئيس السيسي دائما هو اكثر حد بيقعد يجد يبص على السلبيات ويبدا يتكلم عنها وينتقدها عشان يبدا يبني منها حاجات ايجابية. كل مكان انت بتبني دولة، الدولة دي هو شايف، أنا بقول إنه قدامه خريطة مصر شايفها زي ما أنا شايف الترابيزة دي قدامي، وعارف كل حتة في مصر إيه الإمكانيات اللي فيها اللي أقدر أطلعها، ومش ناسي ملف الرياضة في دماغه،
التعليم في دماغه، السياحه في دماغه، الصحه في دماغه، خليني في الرياضه اللي انا بتكلم عليها دلوقتي. الرياضه النهارده اذا الرساله بتاعته دي ما وصلتش لكل رئيس نادي وكل حتى رئيس مدير مركز الشباب على مستوى مصر ما فهمش هذه الرساله، كل رئيس اتحاد وكل رئيس اتحاد وحتى وزاره الشباب والرياضه اذا ما فهمتش هذه الرساله، وان هذه البطوله ليست بطوله هتنتهي برفع الكاس، وانما دي بطوله بتفتح لي باب لتطوير المنظومه الرياضيه المصريه كلها، يبقى عندي مشكله. اذا ما فهمناش ان هذه البطوله هي بدايه لنقله حقيقيه في الرياضه المصريه ونقله الاحترافيه اللي احنا كلنا بنبحث عنها ومش عارفين نوصل لها، يبقى دي في مشكله عندنا احنا. ده جزء من بناء الدوله المصريه. الرياضه النهارده في دول كثيره جدا هي جزء من اقتصاد اساسي في بعض الدول. احنا عندنا القدرات وعندنا الامكانيات، لكن ما احناش قادرين نستغل هذه القدرات ونستثمرها بشكل جيد. بيجي لك حد بيقول لك ادي امكانياتي وادي قدراتي وادي الدوله بتمهد لك كل شيء وادي منظومه الدوله كفريق واحد شغاله، قدمت لك الارض ومهدتها لك، ابدا اشتغل انت كنادي. وبتقول لك فلسفه الدوله، بتقول لك فلسفتي وانا معاك، واديتك طرف الخيط، اكتر في الخيط، وبقول لك اتحرك وانا وراك، بقول لك شد الخيط معايا وانا هشد معاك، صح. عشان ننقل البلد دي نقله تانية، لان البلد دي مش هتتنقل بمجال واحد، مش في مشروعات قوميه، لكن البلد هتنقل لما يبقى المشروعات القوميه شغاله، السياحه راجعه. طيب انا استاذنك هضفر سؤال برضو وبعدين يعني هستناك. لو طبقنا المعايير بقى اللي حضرتك بتتكلم عليها، الدوله تنتظر، الدوله تريد، الدوله تهدف، ها، الدوله تشجع، الدوله تشجع، الدوله الرساله، لو طبقنا بقى الكلام ده على الموسم الماضي، لا عندك مشاكل كتير جدا. يعني هل ممكن استمرار الوضع على ما هو عليه؟ لا يمكن، لا يمكن. يبقى انت ما استفدتش من الدرس، يبقى انت ما وعدتش الفكره، يبقى انت ما ادركتش قيمه اللي بيحصل. ومن ثم يا دكتور كابتن عادلي، اسوء حاجه يبقى قدامك كتاب مفتوح وما تعرفش تغش كابتن. انا لسه العصر ده ما بقاش وقت ان انا اقف على السبوره اقول لك الف عليها همزه من فوق ب. الرساله لازم تبقى واضحه وتبقى انت فاهمها. العالم بيتغير من حوالينا كل ثانيه، احنا بنتغير كل 10 سنين. يعني ما قبل في هذا الموسم الغريب المريب لا يمكن قبوله. لابد ان تكون هذه البطوله، وانا بدعو بداية من وزير الشباب لكل أعضاء المنظومة الرياضية، أن يكون هناك ولو شبه مؤتمر وطني نبدأ نحط فيه، وأنا طبعا بكره فكرة المؤتمرات، لكن خلينا كان وضع استراتيجية حقيقية لإدارة لتحقيق منظومة رياضية مصرية متكاملة تعمل وفق قواعد وضوابط احترافية تقود اللعبة وتقود الرياضة المصرية إلى منطقة متقدمة تحقق اللي تستحقه مصر. احنا عندنا إمكانيات وعندنا قدرات تهدر كما تهدر الاموال العامه بسبب عدم قدره على ادارتها. دي نقطه لابد ان احنا ناخدها. ده قصه ملف عايز، ده ملف مهم جدا. كابتن خالد، انا بس عايز اكمل معاه في حته، بس اتفضل. الكلمتين لازم نلغيهم وقبصنا. الاعادات العرفيه في الرياضه المصريه لازم تتلغي. أيوة. والاستثناءات اللوائح بقى، يعني اننا نقعد كل بقى موسم استثنائي والقعده العرفيه كل شويه نتخانق ونلم بعض نتصالح في حته، لا يبقى في قواعد وقوانين وكل واحد عارف عليه. عنده حاجه بتمشيه. احمد اشار لمحمد صلاح طبعا، وان احنا كلنا فرحانين بمحمد صلاح وكل واحد شايف نفسه في محمد صلاح. اكيد انت كنجم كبير توقعت ان محمد يوصل للمستوى ده، وتفسيرك ايه؟ السؤال ده على فكره محتاج 5-6 حلقات اجاوب عليه. طب خد نص حلقه، لان انت بتتكلم في تفاصيل كبيره جدا، وانت عايز تقيم لاعب كرة قدم وتقيم ظروفه مشيت ازاي. كرة القدم فيها اجتهادات وفيها موهبة وفيها توفيق بتاع ربنا، وفيها ان طريقة كمان يبقى مش خلاص هي فتحت. هي الكرة في وقت من الاوقات انت بتعمل الحاجات اللي عليك، بتاخد بكل الاسباب ان انت تبقى كويس، عندك الموهبة مرة كويس قوي، تركز كويس قوي، وبعدين بتجيلك الفرصة تمسك فيها. هو ده يعني محور الحديث النهاردة، هي الفرص. احنا تعودنا، انا بدات كلامي بالفرصه. هو محمد صلاح جات له فرصه اتساعد فيها بشكل كويس جدا، جاله توفيق من ربنا وخطواته فيها كانت كلها ماشيه كويس. على فكره محمد جات له فتره اللي هي مشي من تشيلسي وراح كان ممكن ان هي الامور بالنسبه له تبقى مسار تاني خالص، مسار تاني مختلف غير اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، وغير اللي تورطت نفسك معايا
هسألك سؤال بمناسبة كلامك الحلو ده. فكان ممكن يتغير كل بلاش السؤال بتاعك وانا بشوف. كان ممكن يتغير كل خط السير اللي احنا بنتكلم فيه، كل اللي احنا كلنا عايز اقول حاجة، الرياضة المصرية كلها متشعبطة في محمد صلاح دلوقتي وده حقه. الرياضة المصرية كلها متشعبطة في محمد صلاح، متشعبطة في التجربة بتاعت محمد صلاح، في 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 الحالة اللي عملها محمد صلاح لكل لعبة مصر، الحالة اللي عملها محمد صلاح للرياضة المصرية، في العنوان الكبير لمصر دلوقتي ان انت محمد صلاح بتشوفه على كل جدران، بتشوفه على كل في كل الاعلانات، بتشوفه في كل كل الملاعب في العالم، ما فيش حد في العالم كله مهتم بالرياضه او مش مهتم بالرياضه ما يعرفش قيمه محمد صلاح دلوقتي. فهو لا قدر ان هو يعمل حاله وربنا قربه فيها، لان دي في توفيق من عند ربنا كتير، في لعيبه كتير كان ممكن تبقى بتمشي بنفس الخطه بتاع محمد صلاح بس في حاجات كتيره ايه عطلت، في لعيبه الامور ما خدمتهاش، انما محمد بصراحه مسك الفرصه وربنا كرمه من اوسع ابوابه وهو مجتهد وملتزم ولعب كويس وعنده امكانيات اللي هي اهم حاجه في لعيب الكوره السرعه، عنده ميزات مش موجوده في في, في ناس كتير. السرعه والقرار ممكن تكتسب اي حاجه على فكره، يعني انت في يعني في يعني انا بشوف ان ثلاث ارباع قيمه محمد صلاح في القرار. طبعا يعني امبارح حتى كنت بكلم ابراهيم، تريزيجيه رقص مرتين ثلاثه وراح للجون والقرار الاخير ما كانش القرار المناسب خلاص. لا شاطها وهو اوت اوف بالانس، طلع لبره، هو كان لازم يبص للراجل اللي يروح للجون. صلاح غلط مره واحده في هذا ورقص اول ترقيصه ما كررهاش صحيح، راح مصلحها في اثنين اسيست ومحاوله وعلى طول قراره عارف القرار الصح. الكلام ده بص يعني مش هو مش رونالدينهو اللي يمتعك، ولا مش ميسي ولا الخطيب بالتوقيف والبتاع، انما بالفكر والقرار والقرار ده على حسب الامكانيات. هو ما بيحطش نفسه دلوقتي في حاجات تبين عيوبه، هو بيدور على الحاجات اللي بتشتغل على ميزاته. عشان كده اخطاءه قلت، عشان كده العيوب يعني اللي عنده اقرب الى كريستيانو، العيوب اللي عنده كلها اتدارت في قراره السليم. يعني لو ما يغنيش في طبقه مش بتاعته خلاص، هو فتطلع حلوه، هو بيروح في الحته اللي فيها امكانياته وبيوسع نفسه. عايزين تعرف السؤال طبعا هعدله هصلح بس هديش فاول بس هديش فاول. انت قلت كلمتين مش هسيبه، انت قلت السرعه والقرار، دول اساس النجاح في كل شيء. يا ريتنا في اي منظومه عندنا ناخد الاثنين دول ونشتغل عليهم. من يمتلك سرعة الفهم والإدراك والتخطيط والقرار السليم هيحقق النجاح، هينجح مهما كانت قدراته. صح. طيب لو محمد صلاح بتجربته دي سبقتك، يعني لو انت اللعيب خالد بيبو بنفس ظروفه هتعمل نفس الإنجازات اللي فاتت بس كانت تجربة محمد صلاح قدامك، كنت هتقبل العرض بتاع فاينورد ولا هتعتذر عنه؟ انت كنت بص يا باشا انا كنت هموت. صور، انا عادة بمسك في اللعيب مش عايزه يمشي. خالد بيبو جاله أحسن عرض في تاريخ الكرة المصرية وقتها، وكل ما تدلل أجيب له ميزات زيادة، يعني هو مش عايز، فوصلت إن هيدفع له فلوس مقابل التوقيع، ودي ما بتحصلش طبعا. أصل أنت أقول لك، أصل أنا هو سر لسه ما قلتوش أول مرة وأنت تعرفه. يا جماعة عشان تبقوا فاهمين بيتكلم في إيه، خالد بيبو في آخر موسم له بعد السوبر هاتريك والهاتريك بتاع أفريقيا والسوبر هاتريك بتاع الزمالك، جاله النادي فاينل والراتب كان أعلى راتب ممكن حد يتكلم فيه، 35,000 يورو وسايننج فيه 400,000 يورو، والنادي الأهلي 2.5 مليون يورو. حاجة هو بس كان عايز يبدل الرقم كام؟ ده مهم. سنة 2006 لا 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 كده 2003 ما كانش الأرقام دي حد بيسمعها. لا مهندس عبد القيد طبعا يعني عمل مجهود كبير جدا في الموضوع ده، واحنا تقريبا الفترة دي أنا كانت فترة بالنسبة لي كانت صعبة جدا، يعني كنت طالع تصور إنه كان داخل على تجديد، يعني كان ممكن جدا آخر سنة له يوم يقول انا هجدد وعد خلاص يا ريت. فانا الفكره اللي انا ساعتها كانت قرار كان بالنسبه لي مهم جدا. انا كنت يعني الفتره دي يعني عايز بص مفيش تعبير جوايا يقدر يعبر لك على اللي جوايا انا اقوله. يعني من كتر سعادتي وتعلقي بجميل النادي الاهلي ما كنتش شايف حاجه، يعني الارقام اللي بيقولها انا شفتها منك في اليابان، الارقام اللي بيقولها باشمهندس عدي
هي ارقام حقيقيه، بس انا ما كنتش شايفها. انا كنت شايف المدرج، كنت شايف مدرج حواليا. مش قادر تستغنى عن ده، مش قادر استغنى عن المدرج، مش قادر استغنى عن الناس اللي مطلع. اللي بت ب ب لا لا انت كده انت كده جاوبت يعني ضمنيا على سر نجاح محمد صلاح. صح. انه صلاح لما مشي من المقاولين ملوش لا جمهور ولا ولا في حاجه ماسكاه. وجاوب عن سؤال كثير ان في كتير من نجوم الاهلي ما رضوش يغادروا. ان الجمهور الاهلي عند لعيبته احنا بالظبط. بص بيبقى الدبدبه بتاعت الجماهير النادي الاهلي في المدرجات مش هتسمحها في اي حته في الدنيا. دي نقطه. دبدبه الجماهير في مدرجات النادي الاهلي عمرك ما تسمحها في اي حته، ومفيش فلوس في الدنيا تقدر تمتعك زي ما تعوضكش ما تمتعكش زي جماهير النادي الاهلي. فانا ما كنتش عايش في اي حته على فكره. طب عشان برضو الناس تكمل لها الصوره، كابتن خالد بيبو بعديها بسنتين او ثلاثه بطل، وبعدين مستر مانو جوسيه سنه 2006 يعني هو سافر معانا اليابان كاعلامي للقناه فجاء معانا. فكنا في مؤتمر صحفي بعد ماتش مهم كسبناه وهنلعب بقى ثالث ورابع، طالعين ثالث ورابع، ومستر انا كنت الميديا اوفيسر فانا اللي بوضب للمؤتمر في 2008 2008 فرايحين دخلنا الاوضه فمانو جوسيه بيتكلم على الماتش فرحان بفرقته والناس كلها فخوره بفرقه النادي الاهلي لا 2006 المؤتمر الصحفي لا 2008 المهم يعني كان حاجه كده. ويقول مستر مانو جوسيه اتكلم وبعدين قال لهم اسمحوا لي الاول ان انا عايز احيي شخص معانا في الصاله هنا، هو مش معانا مع الفريق بس هو شخص لا يمكن انساه ولا يمكن يفوتني فرصه زي دي، ما قدم لكوش الشخص ده. وراح مشاور على الكابتن خالد بيبو وقال ان انا بشكره انه كان سبب لنجاحات اللي انا حققتها ما شاء الله. المهم ان ايه بقى صاحبك ده انهار انهار يعني. بص انا بقول لك ليه خالد بيبو نوعيه شفافه قوي قوي عاطفي جدا. احنا تعبنا ساعتها في تهدئته لانه بكى كتير انهيار. رحنا الفندق وهو منهار في العربيه واحنا راجعين من المؤتمر الصحفي من الفندق كان معانا ومش مبطل كل ما يفتكر يروح عامل كده ومعيط. روح الاوضه فوق كده شويه وتعالى نشرب حاجه وانا عايز اعمل له حوار للمجله عن اللحظه دي. فقال لي طب نص ساعه واجي لك. جالي عملت له الشاي وقاعدين نشرب الشاي. يا خالد افتكر قاعد يبكي تاني. مش بيبكي عارف منهار. لا هو يعني فكره التقدير. شوف هو قال لك ايه ده بدات الجمهور بتاع الارتباط بالاهلي وجماهيره شيء عظيم. انا يعني ما بشوفوش الا وغلط في ناس كتير. احنا كابتن احنا كجمهور مش لاقي احنا كجمهور بنبقى فخورين بجمهور الاهلي الحقيقي بعيد عن اي دخلاء. خليني بس ابقى افصل تمام ما بين جمهور الاهلي اللي طول عمره ورا جمهور الاهلي. جمهور الاهلي الحقيقي اللي انا بفخر بيه من وانا صغير ان انا بنتمي ليه. اللي ما يستحملش الخدش. اللي ما يستحمل الخدش وما يستحملش ويبقى بيعيط عشان الاهلي محتاج هدف او ياخد بطوله ومستعد يعمل اي حاجه. وافرق طبعا من الدخلاء اللي حصل في فتره من الفترات. يمكن كابتن خالد بيتكلم على نقطه الجمهور. زي ما بيبقى اللاعب او النجم متعلق بالجمهور، خلي بالك الجمهور الاهلي برضه متعلق بيه. لا طبعا. وبيبقى صعبان عليه قوي انه يسيبه. انا ببقى حابب انا عايز اقول لك على حاجه يمكن ما تحسهاش يا كابتن. ايوانك بتقل. تمام. انه انا كجمهور زي ما هو مش عايز يمشي انا ما ببقاش عايزه يعتزل. طبعا. صحيح. انا مرتبطي بالنجم مش عايز اعتزل. صحيح. عايز اتمتع بكورته، عايز اتمتع بلعبه. احنا لغايه دلوقتي لما بقلب كده والاقي بيبي وبشير بجيبها وابدا اشوفها تاني. يعني انا وانا بتفاوض تمام. انا بتفاوض اطفش نادي فاينل الراجل قال فيقبله واخد بالك. وبعدين رايح له وانا يعني على فص عيني. لكن انا كنت مندهش وانا سعيد من جواه ان هو رفض وقال لي لدرجه انا قلت له بقول لك ايه ادي عادي فاينل. فانا بقى عايز يعني اختبره وادي عقود التجديد لازم تمضي على واحده من الاثنين. قال لي هي كده؟ هي بقت كده؟ قلت له هي بقت كده. لا لا احنا اصل احنا شفنا يومين كده قال لي خلاص هجدد. كانوا يومين يعني كانوا يومين انا اتضغطت فيهم نفسيا جامد جدا. بس انا فعلا كل ما مثلا يكلمني في حاجه انا
يعني ايه هو بيروح في رؤيه ابتسامه وتضغط عليه ساعات خليه يمضي بقى ويجدد ويريحنا مش عشان كده حتى لما مشيت من الاهلي رحت المصري ما عمرش مش مصدق ان هو معاك انت لا ما قدرتش العب في حته بره مش عايز يجدد طب ما قلت له لا يا تمضي هنا يا تمضي هنا قال لي يا بقت كده قلت له يا بقت كده طيب البطوله اتفرجت امبارح اكيد على المباراه التانية انت ملاحظاتك ايه بص يعني خلينا نبقى واضحين مع بعض احنا عندنا فرقه محترمه ما اقدرش اقول ان احنا فرقتنا وحشه وما اقدرش اقول ان احنا فرقتنا ما فيهاش عيوب لا احنا عندنا مشاكل دفاعيه كبيره جدا مشاكل دفاعيه مش الرباعي الدفاعي لا احنا عندنا مشاكل دفاعيه من الثلاث خطوط الثلاث خطوط بتوع منتخب مصر ولو انا يعني الناس كلها بتشوف المباراه بشكل والمدير الفني بيشوفه بزاويه واللي لعب كره بيشوفه بزاويه ثالثه فانت كل واحد ممكن عنده حق ممكن تحلل المباراه باشكال كتيره جدا وعلى فكره زي ما بيقول بشنز كلنا عندنا حق كل واحد بيشوف المباراه من وجهه نظره خلي بالك انت قال كلمه مهمه جدا احنا كلنا مصر احنا كلنا عايزين المنتخب ينجح طب. لان هي كلها ست شهور دول تجربه تجربه بالمنشات تجربه بالمنتخب تجربه بالمدير الفني الجديد بالجمهور بص كلنا داخلين في اختبار وكلنا عايزين ننجح وكلنا هنزق ونساعد لغايه ما الامور كلها إن شاء الله. تنجح عشان يعني احنا زي ما بيقولوا دي اول السلم ده انا عايز اعدي ال 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 زي ما بيقولوا عنق الزجاجه عشان الرياضه المصريه ترجع تنفجر تاني في كل العالم فانا كلنا عايزين ننجح فانت بتتكلم على منتخب مصر في قصور بانت من خلال المباراتين في قصور في ترابط الخطوط الدفاعيه يعني ممكن انت في الناحيه الهجوميه عندك ميزات واضحه جدا احنا منتخب مصر الشكل العام الواضح دلوقتي زي ما كانوا مخنوقين دفاعيا فما صدقوا كلهم بيهاجموا يعني الفرقه كله كان مكبل دفاعيا في فترات طويله وان انا الفرقه بتلعب دفاع 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 والواجبات كلها كانت دفاعيه فبقت دلوقتي كلها هجوميه فده هيبقى عليك عبء كبير جدا شفنا التغيرات المدير الفني طبعا هو بيدور على مش يكسب او يخسر او بيدور على شكل المنتخب لا هو بيدور على حاله اللعيب عايز يحط ايده على حاله كل واحد جوه الفرقه وهو على فكره هو حاطط الفرقه وحاطط على الاقل 18 لاعب اللي هيعتمد عليهم 16 18 لعيب اللي هو هيعتمد عليهم في البطوله هو حاططهم في دماغه في ناس هو عارف ان هو هتلعب بالصدفه او جات له فرصه زي كده ومسك فيه انما هو عارف مين اللي هيلعب ومين اللي هيعتمد عليه ومين اللي هيشتغل هنا ومين اللي هيشتغل هنا فهو عارف فرقته بس هو عايز يطمن على الحاله بتاعت المنتخب هنخش في التفاصيل لا في تفاصيل كتير عندك قصور في الناحيه اليمين دفاعيا عندك قصور في الناحيه الشمال هجوميا عندك نص الملعب ما فيش مساعده من الرباعي بتاع الخط الامامي كله كل ده ممكن تشوفه بالشكل ده ممكن ان انت تشوفه بشكل تاني ان احنا مباراه تجريبيه ناس في تغييرات كتير ممكن تروح للتحليل ده وممكن تروح للتحليل ده بس انا دايما بحب دايما يبقى الامور تخش في صلب الموضوع عندنا منتخب قوي قادر عندنا منتخب قوي قادر محتاج تظبيطات المباراه الوديه التجريبيه اللي هي قبل البطوله على طول بتبقى فيها اخطاء محتمله اقدر احلها لان عندي العناصر اللي تساعدني ان انا اقدر احل المشاكل اللي ظهرت في خلال المباراتين اقدر احلها عندنا منتخب قوي قادر ان هو ينافس طيب. عندنا منتخب قوي انا مقتنع واحنا قدمنا هذا الكلام وهنا عندنا منتخب صحيح. محترم وعندنا افراد بقدرات تفوق ناس كتير في منتخبات صحيح. كثيره لكن انا اتفرجت على التجربتين التجربه الاولانيه كانت في ناس بتحاول تثبت وجودها لكن اتحكم عليها بان ادائها شوب الفرديه والايه صحيح. والرعونه بعض الشيء عايز يثبت وجود صحيح قلت ده هيختفي في الماتش الثاني لقيت نجوم كبار كان في تصرفات فرديه في بعض الاوقات خلت في الوقت ده جه فينا الجول على فكره الوقت ده في الشوط الثاني جه فينا الجول صحيح وبعدين تداركنا اخر 10 دقائق قدمنا حاجات حلوه في الاخر ما هو ده اللي انا عايز اقوله ان انت إذا عندك قدره موجوده عندك لكن انت ترى السؤال هنا انا مهدت للسؤال صحيح السؤال هل سنتخلص من هذه الشوائب الفرديه وهنعتبر ان الفتره اللي فاتت دي كان سببها ان كله عايز يثبت وجوده ويقدم اوراق اعتماده للمدرب ولا دي هتبقى في السلوك
بتاع اللعيبه وعايزه وقت عشان نتخلص من الكلام ده. وهتاخد مننا ماتشين مثلا ثلاثه قد يشكلوا خطوره الماتش يهرب مننا. بص، اول حاجه الجمهور مش هيسمح لهم بالكلام ده. جمهور لما هيبقى في المدرجات مش هيسمح لهم بالفرديه الكبيره دي. لكن كان موجود ولا لا؟ ولا انا موجوده على فكره، انا شفتها وانت شفتها كلنا شفناها. بس عارف انت في وقت مش عايز تروح لها قوي، مش عايز تكبرها في دماغهم، لان هي كبيره. بس انت بتحاول ان انت، انا شايف ان ده اول عدو للمنتخب. طبعا طبعا. بس انت يعني، انا بقول لك انا بدور على كل الميزات دلوقتي اللي تساعدني ان انا اعدي. مش عايز اروح لاي حاجه تقدر ان هي تعطلني. واسوأ حاجه هتعطلني هي دي على فكره، ان انت تشتغل فردي او ان انت تفكر في نفسك او ان انت تفكر ان المنتخب بتاعك او انت تثق بقدراتك زياده. اي بقى، اي حاجه بقى، اي حاجه بقى تدخلك في السكه دي ان انت بتلف ودور عشان انت تاخد الـ 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 الشكل كله، مش هتقدر. العبء كبير جدا. كل المنتخب يعني الجون الثالث ده نموذج لما هو مطلوب من المنتخب. بس لمسه ولعب، ولمسه ولعب، وكلفتنا الدنيا كلها وجبنا جون بديع. عشان هي امكانياتك كده. هي امكانياتك في ان انت اشتغلت على المساحه لمحمد صلاح وراح من ورا، تحرك مباشر والتحرك مباشر وخلقت المساحه. هو ده احنا عندنا في الثلث الهجومي، عندنا كميه سرعات مش موجوده في اي فرقه. كميه مهارات مش موجوده في اي فرقه. تتكلم على مجموعه لعيبه بقى من اربعه من خمسه من سته، حتى اللي بيلعب والاحتياطي عندهم نفس الميزات اللي تقدر تساعدك، وعندك اللعيبه الثقيله تقدر تشغلك. بس هي الفكره زي ما بقول لك بقى، انا مش عايز اروح للنقطه دي. النقطه دي لو كبرت في دماغهم واحنا اشتغلنا عليها، ان انا لوحدي اقدر اشيل المنتخب، هيبقى صعب جدا. ما حدش يقدر يشيل المنتخب لوحده، حتى محمد صلاح بامكاناته الكبيره دي. لا هو مش على فكره اول واحده مشي لوحده فيه. اتقطعت منه، قفلت عليه. بعد كده لعب مع الناس، فوقهم وفاق. وخلي بالك برضه في احساس ان انت بتشتغل لوحدك، مره هتعدي، الثانيه هتعدي، الثالثه زميلك مش هيساعدك. هيحفظ؟ لا، زميلك مش هيساعدك. هو نفسه صحيح. كارثه دي. هنجي لك بالملاحظات الفنيه دي لانها مهمه جدا على كابتن خالد. استاذ احمد، كابتن خالد بيتكلم على خطوره الفرديه، والاعلام مدفوع بقيمه صلاح وتوهج صلاح العالمي. ايوه. وعامل فوكس استثنائي شويه على صلاح على حساب بقيه اللعيبه. ده صحيح. هل ده انت شايف التناول الاعلامي هنا مبرر ولا له بعد خطير برضه؟ هو احنا عندنا بس مشكله حقيقيه في الاعلام. ان احنا دائما بنجري ورا الشيء، مش احنا اللي بنقود، يعني ما بنقدرش. دي حتى مشكله على المستوى السياسي. رد فعل. فاحنا دائما بنبحث على مين اللي نقدر يعمل لنا النجوميه، فاحنا دائما شغالين على فكره ان الغلاف، حتى غلافك لما يبقى صلاح هيبيع. فشغالين على كده. انا بس عايز اقول نقطه مهمه. انا مش هتكلم فني، ما اعرفش اتكلم فني. انا مستمتع وكنت اتمنى الحلقه كلها تكمل مع كابتن خالد، لانه بستمتع بكلامكم الفني. انما انا كمشجع وفاهم كوره شويه، مطمئن جدا، وشايف ان فريقنا فعلا عنده قدرات. وبالمناسبه الفرديه ديت، لما نزل صلاح انا حسيت انه بقى في حد مايسترو بيدير، فقلت شويه وبقى في توزيع للناس، وبدات الكره تبقى اكثر هدوءا، واللعيبه حتى تريزيجيه اللي كان بياخد الكره يروح، بدل ما ياخد الكره يبص على صلاح. أيوة. يبص على زمايله في الناحيه الثانيه. أيوة. وبدا يلعب. هي ابتدت الجون الثالث من عند تريزيجيه. بالظبط. لا، واكثر من كوره لعبها لصلاح عرضيه، هو بص على مين اللي فاضي، وصلاح بيعرف ياخد مكان كويس فقدر يستخدم. فكره الفرديه احنا اعلام اشتغلنا عليها، واشتغلنا قوي على صلاح، رغم زي ما قال الكابتن عندنا نجوم في منتخب مصر، نجوم يستحقوا ان احنا نركز عليهم. حتى الوجوه الجديده فيها ناس كويسه جدا نقدر نركز عليهم ونقدر نديهم الفرصه. تريزيجيه لاعب كويس قوي ويستطيع ان هو قدرات رهيبه طبعاً. جدا تمام. طارق حامد مسمار في وسط الملعب، محتاج ان احنا نركز عليه. الدفاع طبعا، الدفاع كان عنده مشكله، بس اعتقد مش هو ده الدفاع اللي هيلعب في، يعني هيبقى فيه تغيير كبير. انا بتكلم على الدفاع بشكل عام ككتله، فلسفه الفريق ازاي في الكتله، ويرجع انه يتحرك ازاي ككتله واحده، نساعد بعض. انما احنا فعلا كاعلام ركزنا قوي واهدرنا حق نجوم كتير جدا في مصر. بالمناسبه نتيجه تركيزنا على صلاح. صلاح يستحق طبعا، نجم قائد، املنا عليه كبيره جدا. الميتشي رايح متاخر يا اخوانا، طب ما تبصوا على بقى نجوم العالم. ما ده اللي قصدي عليه. ميسي بيختار مين يلعب جنبه. وعلى فكره ما كانش اوضه لوحده، كان عشان عددهم فردي. مين اللي هيبقى متاخر؟ معلش يا كابتن ابراهيم، انا اسف. هو لما يقعد في اوضه يا كابتن ابراهيم، عايز اسال سؤال.
هو صلاح ده جوهره ولا مش جوهره؟ طبعا. نجم ولا مش نجم؟ طبعا. ما هو ليه طبيعه يا اخوانا، ده احنا حتى هو النجم، انا بس عايز اجيبها بمعنى ثاني، في المسلسل في في التصوير له اوضه. هو حضرتك احنا مثلا متعودين كل اثنين في اوضه ماشي، يجوز هما في في في, في ليفربول بينزلوا في اوضه فرديه. مين اللي رمى المعلومه دي؟ خلينا بالنسبه للسوشيال ميديا اللي فاتنا في البدايه ان احنا نوضح، احنا هنا كمان كملك وكتابه، ده احنا فوجئنا انه في 6 صفحات او 8 صفحات على الفيسبوك باسم مالك وكتابه. انت ليه متش 7 وهو رقم 7؟ اه 7 واحنا يعني لا علاقه لينا بهذه الصفحات، ما بنعرفش اي حاجه عنها، ما احناش على صله خالص، ولا نعرف مين اللي انشاها. ده احنا ممنوع. وفوجئنا انه كمان بتنشر حاجات كتيره جدا احنا لا علاقه لنا بيها على الاطلاق، حاطين صوره المهندس عادل القيعي وصورتي واسم البرنامج، وكل واحد فيهم يدعي ان دي صفحه مالك وكتابه. مالك وكتابه يا جماعه ملوش اي صفحه على كل الوسائط الاجتماعيه المختلفه، مالك وكتابه ضمن قناه النادي في صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك، غير كده لا في صفحه رسميه تعبر عن البرنامج ولا احنا مسؤولين، بل زي ما المهندس عادل اشار تعاقداتنا تحول دون تاسيس مش مسموح لنا صفحه خاصه للبرنامج على الفيسبوك او على اي من وسائط التواصل الاجتماعي. كابتن السوشيال ميديا اصبح النهارده في لعبه الفتنه من خلال السوشيال ميديا. ان انا ودي بالمناسبه شغاله وانا رصدها وناس كتير جدا رصدها يا فندم. احنا إن انا النهارده او لا ده حاجه تانية يا كابتن، النهارده في حد متعلقين بيه او في مشروع شغال كويس او في نجم بدانا نتعلق بيه، فيبدا تدخل ميليشيات السوشيال ميديا تروح ضربالك فيه وتبدا تشتغل عليه وتصدر عليه تعليقات هو مالهاش او تصريحات هو مالهاش، تقدم لك صوره مختلفه ليه، وبالتالي يبدا تحصل انا منفعل هروح داخل. والسوشيال ميديا فيها مشكله ان التعليق بيسخن تعليق بيسخن تعليق بيسخن تعليق تتولع النار، فاحنا شغالين وراها للاسف وما عندناش وعي بده، وكتير جدا الاعلام وحتى جهاز الدوله بتحذر من الانسياق وراء السوشيال ميديا، وما انتش عارف مين اللي بيشغل الصفحات ديت. في صحفيين بيعتبروهم مصادر اخبار، وهناك جماعات ارهابيه وتنظيمات شغاله من خلال صفحات وهميه بتجرك على مناطق. النهارده صلاح ده واحد من كنز مصر طبعا، انت النهارده ليه تنساق ورا شائعه رمت؟ طب ما تروح تسال مسؤول المنتخب، تسال ايه طبيعه القواعد اللي ولا تسال ولا تحاول او بلاش يعني تسال ما... اتعامل مع المنتخب ككتله واحد. انت عايز من المنتخب؟ عايز لعب وفوز واسعاد جماهير مش كده؟ جوه المنتخب انا واحنا لازم نبقى 100 مليون مدرب و100 مليون اداري و100 مليون محلل و100 مليون خبير. ما تسيب كل واحد الدكتور بيعمل عمليته الجراحيه براحته بوفق اللي اتعلمه. المنتخب له خصوصيه يجب ان نحترمها جميعا، ويجب احنا كاعلام نركز قوي على فكره خصوصيه المنتخب في مثل هذه المرحله، مرحله صعبه. لما ندخل النهارده اشعل فتنه ما بين لعيبه لاعب واخر او بين جهاز فني واخر او بين جهاز فني ولاعب نتيجه ان في صفحات السوشيال ميديا رمت لي هذه المعلومات وسخنت عليها، ده اخطر حاجه وما انتش عارف ده المستهدف منه ايه. ضرب صلاح ومصداقيته عندك زي بالظبط اللي حصل في القريه بتاعته، ومحدش قدر يستوعب فكره ان كان في برنامج استاذ توني خليفه بيقول لك انا سجلت لك في الفاصل ازيع ولا ما ازيعش عشان الناس بس ما سجلتيش انا سجلت استاذ فاحنا فاحنا على فكره ما يدور في الفواصل بيبقى والله لذيذ جدا ومهم جدا، لكن خلينا في العلن. ما انا كنت عايز اكمل معاكم نقطه مهمه جدا على محمد صلاح وعلى ما يدور حوالين محمد صلاح والسوشيال ميديا، وان محمد صلاح ورسمه الاجازه بتاعته ان هو مش في دماغه المنتخب ومش في دماغه مصر كلها وان هو ساب الفرقه كلها بتتمرن. بس طبعا الاسلوب ده اسلوب رخيص في ان انت توقع. على فكره هو الاسلوب ده مش قصده محمد صلاح خالص، المنتخب طبعا هو قصده ان هو يكره لعيبه المنتخب في محمد صلاح. ودي النقطة اللي هو مش عارف يعملوها، لأن محمد صلاح أذكى من إن هو يقع في المطب. وشخصية ما متوازنة، واللعيبة حابينه، اللعيبة بتاعت منتخب مصر حابة محمد صلاح. أهو ده اللي أنا عايز أسمعه وعايزه الناس تسمعه. بس فهم مهما أنتوا تحاولوا إن أنتوا تسوقوا صورة محمد صلاح من وسط اللعيبة إن هو مش فارق معاهم وإن هو جاي، لا، محمد صلاح بصراحة ذكي جدا، عنده من الذكاء واللي يأهله إن هو يبقى في المكان ده، لان هو مش لو مش ذكي ما يوصلش.
حتى لو عنده امكانيات الدنيا كلها. اصل هو محمد صلاح عمل الصح اللي كان لازم كل المنتخب يعمله، ناخد اجازه سلبيه لمده اسبوع. صح صح صح. انما احنا خدنا على الشغل الشاق وتكسير الحجر على فكره. ده اللي انا خايف منه برضه. انا النقاط اللي خايف منها بس قبل ما اروح اطلع من حته محمد صلاح، فانا مش قلقان على علاقه محمد صلاح بلعيبه المنتخب، ولان انا عارف ان هم بيحبوه وبيتعاملوا معاه. وبتقول للبهوات العبوا غير، العبوا غير، وظهر ده امبارح لما نزل بالمناسبه، العبوا غير مش هتنجحوا في دي. وكمان لعيب منتخب مصر بصين لمحمد صلاح كمان مش ان هو لعيب عادي معاهم، لا ده هم بصين ان هو نجم وقدوه فحابين ان هو ينجح. فدي العلاقات، لانه بيديلهم امل. العلاقات دي هي مش واصله لهم يعني الناس اللي بتتصور ان هي ممكن تصطاد حاجه زي كده، حابين له الخير يعني. مش مش ايوه مبسوطين له يعني، فمش هيقدروا يعملوها يعني، صعب جدا. لا تفتكر انبسطوا قوي من السمكه اللي اصطادها دي يعني؟ أيوة كان طبعًا نفسهم يصطادها. لا طبعا هم كانوا مستنيين انه يجي عشان يتصوروا معاه اللعيبه بتاخدوها. ده حقه. بص محمد صلاح نجم ولا مش نجم؟ لا نجم لعيب مهم صلاح. النهارده ميرور بتقول لك انه رافض عرض كبير من ريال مدريد ومن اليوفنتوس. بس ذكي يعني، هو كميته في ليفربول. انا انا يعني لو انا مدير اعمال انصحه ما تسيبش الخطوه دي. مش دلوقتي مش دلوقتي يعني، لازم يعني خد كل اللي تقدر تحققه مع ليفربول. اعصرها زي ما بيقولوا احنا كنا بنقول بالكوره، اعصرها. لما تغامر في مناخ جديد، انت عارف القناعات، المدرب بتاعك مقتنع بيك جدا، زمايلك بيحبوك جدا، ليه تغامر؟ او جمهورك وعلى نمط ليفربول فكره صناعه الكراهيه اللي شغاله على محمد صلاح في ليفربول. انت شغال على انه هو بيكره ساديو ماني وساديو ماني بيكرهه. أيوة بيكره ده. وتيجي في مصر اصل تريزيجيه عايز يبقى احسن من محمد صلاح. احنا برضو كاعلام لاعبين الدور ده بالمناسبه، لاعبينه بشكل سيء. ان واحد صحفي مش لاقي حاجه يكتبها يقول لك سر الخلاف ما بين محمد صلاح وما اعرفش مين، وانه فلان عمل كذا. احنا ليه كده؟ ما احنا دايما خطف منه كرة في البينالتي. ده دور. ويمكن استاذ ابراهيم معلش، بس هو شوف ذكائه بقى بيعالج الامور ازاي. طبعا ان ما ياخد جايزه يروح يهديها لزميله اللي بيوقعه بينه وبينه. النقطه اللي انت اللي هتتفق عليها مع بعض، ومعلش انا هستخدم لفظ السياسه شويه، الاعلام والامن القومي. الاعلام ومصر بشكل عام، مصر في الكورة وفي السياحة في كله، امتى ادخل؟ امتى اتناول؟ ايه اكتب ايه؟ هل مهمتك اعلام اثارة الفتنة والضغينة؟ ده يحصل في حالة واحدة بس، ان الاعلام كله يبقى على قلب واحد في اتجاه مصر. نعم لكن بالظبط هم لهم اجندات مختلفة. بالظبط هو ده. هو بس لا، بس احنا عندنا اعلام وطني يستطيع ان هو يدير الموضوع ده بشكل ذكي. يعني انا ما انا بتابع الاستاذ ابراهيم مثلا سواء في الاخبار او في مجله الاهلي، لا شغال وعارف بيكتب ايه، وفي ناس كتير جدا بالمناسبه على هذا المستوى. انما انت برضو في ناس لسه المهنه بالنسبه لهم ما تعلموهاش، ما بقتش احترافيه. المهنه فهلوه، المهنه لعب، المهنه انك تجيب خبر زي بالظبط فلان ضرب فلان فلان واي حاجه تيجي على بالك تكتبها. فتحولنا الى حاله، انا ممكن النهارده الكابتن خالد قاعد مع حضرتك مع صورين، فجأة خبر الصبح خناقة ما بين خالد بيب وابراهيم ضربوا بعض في الفصل. انت ايوه ده اللي كان يوصله عني. هو ده الخطر اللي موجود. وبالمناسبة حتى ده على المستوى السياسي موجود، وصناعة الأزمات على المستوى السياسي موجود، وصناعة الخلافات على المستوى السياسي موجود. احنا شطارتنا زي ما قال محمد صلاح ذكي بيعرف يتعامل مع ده، وده على فكرة جزء من الذكاء، الحالة الاحترافية والحالة الاحترافية اللي عاشها وتعلم فيها وتدرب فيها. احنا محتاجين كمان لاعبتنا يكون عندهم ده. وانا برضو في عدو انا خايف عليه ولاحظته امبارح في بعض اللعيبه، حاله النرفزه اللي موجوده عند بعض لعيبه المنتخب المصري وحاله الانفعال الزياده. عمرو ورده انا مش بالظبط تمام. الواد ضرب وضرب ما هو عارف يخرجه عن صوابه. بس انت كان لازم يبقى عندك ثبات انفعالي. صح. ازاي ده انت راجل محترف، انت راجل محترف، ازاي تتعامل مع ده؟ خلي بالك ودي نقطه اولى للخناقه. بالظبط. لا كمان نقطه، ما انا بقول لك في البعض داخل في معركه اثبات وجود مش موجوده. انت خلاص في المنتخب انت موجود وبتلعب وهيجي لك دورك، هيجي لك بالظبط. يعني النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها دلوقتي، انت بتقابل حالات في المنتخب، ويمكن برضو الحاجه اللي انا قلقان منها، في ناس كانت بعيده خالص ما بتلعبش. يعني في ناس يعني ككوره لا بعيده، تتكلم على واحد وهيبقى اساسي نني مثلا، ما شاركش كتير السنه دي. اتكلم على ناس اتعجلت السنه دي، اتكلم على واحد زي طارق حامد، اتكلم على واحد زي تريزيجيه لعب كتير جدا، اتكلم على واحد زي محمد صلاح لسه. التفاوت ده هو يمكن مقلقني شويه، ان انت طالع من موسم الحاله البدنيه مختلفه والمعنويه برضه والمعنويه مختلفه.
فانت طالع من مجهود كمان كان في مطحنه، يعني كان في مطحنه السنه دي في المباريات، كل ثلاث ايام مباراه وكل وضغط، كله عايز يكسب وضغط، اللي بيلعب كله بيلعب على بطولات. لو المتابعه السوشيال ميديا دي لوحدها عامله لود على اللعيبه فظيع. انا قابلت بعض اللعيبه وكان كلامي معاهم كلام كان مباشر، قلت له انت بتجيب لنفسك وجع الدماغ بايديك، كونك ان انت قاعد طول اليوم عمال تنزل في صور وفي اخبار وانت رحت فين وعملت ايه وانت بتاكل وانت في الاوضه، قلت له الناس ليه بتبعك على رايك؟ انت بتدي للناس كلهم حريه ان هو ينتقدك زي ما هو عايز ويخش في حياته ويخش انت متاح قدامه. انت بتعمل في نفسك كده ليه حبيبي؟ انت في وقت المباريات والمعسكرات ما ينفعش ان حد يعرف انت فين حتى. هل انت ترى ان ده اسلوب ينفع دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها دي، ان على الاقل قبل المباراه بيومين تتاخد التليفونات او بيوم؟ لا طبعا، هو لازم اللعيب نفسه يبقى عنده الثقافه دي، ان انت ازاي تقدر تمنع نفسك. زي ادمان الناس بتتعود تاخد التليفون. ما هو لازم يعرف. لا بص، ما هو لو ما عرفش يعمل كده بمزاجه هيعمله غصب عنه. ما هو انا مش عايز اللعيب يوصل، انا كلامي مع اللعيبه كده، ما تخليش ما تضطرش انت تعمل حاجه غصب عنك. انت دلوقتي في ايدك التليفون، ممكن انت تتعامل معاه زي ما انت عايز في حاجه تنفعك، ما تتعاملش مع التليفون في حاجه تضرك. انت دلوقتي السوشيال ميديا عندنا منتشره بشكل كبير فظيع، واللعيبه بقت مبسوطه بتفاعل الجمهور معاه، وده ليه انت مبسوط الناس بتعلقك وبتاع، انما في اي وقت تتعلق عليك، في اي وقت يبقى هيبقى ضدك، والجمهور طبيعي جدا في حاله الانكسار مش حد محدد. دي النقطه، كلمه الجماهير بتطلع على نفسها، هو مش حد محدد. لا جمهور السوشيال واحد بيكمن والتاني يظهر حسب الحاله. جمهور السوشيال ميديا مش مضمون، لانك ما تعرفوش مين. ما انتش عارف، انت هيضربك في اي لحظه وهيولع عليك الدنيا. فما قلت لهم يا جماعه نصيحه مني ليكم، انت لازم تعرف تتعامل مع السوشيال ميديا. بمعنى ايه؟ وطب بيقتنع ولا قدامك إيه؟ لا 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 لا، في لعيبه كتير قوي اقتنعت، وفي لعيبه كتير قوي نفذت الكلام ده، في لعيبه بقالك فتره ما تسمعش عنهم حاجه، ما عندكش خبر عليهم. بيبان بقى. طبعا. خلاص، ما انت هو مجرد ان هو اختفى عن الناس. انت عارف يعني ايه انك تقعد تبص في شاشه وتسهر معاها؟ لا كارثه، دي تخلص عليك يعني. كارثه. حته فنيه بقى كابتن خالد، انت قلت ان اكتر حاجه انت مقلقاك الطرفين، وشايف ان فيها الى حد كبير ما فيهاش او فيها قصور في الحته الهجوميه كمان في الناحيه الشمال. منتخب مصر في كاس العالم الطرفين بتوعه احمد فتحي وعبد الشافي الاثنين بره الاختيار. صحيح. الاثنين الانشط السنه دي محمد هاني وعبد الله جمعه، الاثنين ما خدهمش. صحيح. وفوجئنا باختيارات ثانيه. انت رايك ايه؟ بص، بلا شك ان هو اختياره للطرف الشمال بالذات، يعني احنا شايفين ان احسن واحد دلوقتي شغال في المكان هو عبد الله جمعه. اختياره الاثنين بيلعبوا اصلا سيرد باك وشغلهم باك ليفت، والثالث معاهم عمر جابر، هو اللي بجيبه من ناحيه اليمين اروح احطه. اختيار كان بالنسبه لي انا غريب. يعني خصوصا ان انت يعني اخد ثلاثه في القلب، فانت ممكن تشغل، كنت تاخد واحد. يعني انا كنت اقتنع ان انت كنت ممكن تاخد واحد اللي هو ممكن يشتغل سيرد باك، ممكن يشتغل باك ليفت، بس انت ما توقفش الجبهه دي خالص. انت خدت قرار من اول البطوله ان انا الهجوم من الجبهه دي هو هجوم اضطراري، مش هجوم حالي، او ان انا هشتغل عليه طول الفتره، واعتمد ان انا عندي تريزيجيه، اعتمد ان انا عندي محمد صلاح. ايوه، ده اللي عايز اقوله، كنت لسه عايز اقوله. هو سرعات تريزيجيه ومحمد صلاح معوضاه شويه. هو معوضاه، بس هو المتغيرات اللي خلي بالك ان حتى ايمن اشرف اصبح له عنده عادات هجوميه حميده دلوقتي. بس يعني برضه مش هيديك مش بالكثافه طبعا، مش هيديك بالطرف. بص انه يطلع ويرفع لك الاوفر. الطرفين دول مفاتيح لعبه مش طبيعيه، مفاتيح لعبه مش طبيعيه لاي فرقه. انت عايز تشوفهم علي معلول و طبعا وفتح طبعا المنطقه الدفاعيه دي بتقفل في وقت من الاوقات، لو ما اضطرتش خلاص ما انت لو ما حلتش من الناس اللي جايه من تحت، صعب جدا هتلاقي شغل، خصوصا كمان ان انت
بتضطر بعدم زياده الطرفين اللي هم الباكين ان انت تشتغل واحد على واحد كتير او واحد على اتنين كتير هجوميا، لان الطرفين لو ما ساعدوكش في الناحيه الهجوميه فانت الراجل اللي قدام ده لوحده غرق، لو ما عندوش حلول هتلاقي طول الوقت خلاص انت اي فرقه هتدافع عليك بسبع ثمان لعيبه وانت بتهاجم باربع خمس لعيبه هتهاجم عليهم ازاي؟ ده انت محتاج مواصفات فرديه مختلفه، لان التوسيع الجماعي في بس بس انا ما انا شايف ان في باك ليفت في مصر يديك الحته دي. لا انا لا عبد الله جمعه من اللعيبه الكويسين. ايوه كويس هو كويس عنده امكانيات بس يعني انت عايز حد بمواصفات علي معلول. هو ما اتاخدش كمان في المنتخب؟ لا معلش ما اتاخدش يا ريت. لا يعني عملنا له اعاره. اللي انا شايفك بتتكلم فيه من الناحيه الفنيه عايز حد بمواصفات علي معلول مش موجود. انا عايز حد يحل. بص انت يعني بص ايمن اشرف ك ك ك كواحد بيلعب سيرد باك او في ناحيه باك ليفت بتتكلم على اي موضوع، الاثنين على فكره عاملين موسم هايل والاثنين كويسين جدا، احنا ما بنتكلمش عليهم كمواصفات، لا انا بتكلم على مواصفات مكان. ادوار بتتكلم على ادوار مكان في وقت من الاوقات انت لو قعدت طول البطوله تضغط على محمد صلاح وتضغط على تريزيجيه في الناحيه الهجوميه بس من غير ما الطرفين يبقى شغالين معاهم هتبقى مشكله كبيره، مش هقدر طول الوقت ان انا خلاص انا صدرت الناس دي في الناحيه الهجوميه وخلاص بقت بطريقه لعبي انا موقف اربعه بيدافعوا او ثلاثه هيدافعوا اذا كنت هزود واحد المحمدي هو اللي هديله واجبات هجوميه، انما في الاخر انا محتاج ان انا الفرقه كلها تبقى شغاله هجوميا كويس وشغاله دفاعيا كويس، التوازن ما بين الهجوم والدفاع في البطولات الكبيره دي وان انت ما بقاش عندك التارجت واضح بالنسبه لكل الفرق، انا عارف ان محمد صلاح بس اللي هيشتغل، تريزيجيه بس اللي هيشتغل، الحلول كل ما هي بتقفل كل ما عليك انت تلاقي نفسك في اوقات في المباراه محتاج اي حد يلحقك، محتاج اي امكانيات اضافيه. هل محمد جابر يعني عمر جابر هل عمر جابر يعني فكره انه يلعب باك ليفت دي عشان اللي انت بتقوله ده انه بيطير له قدام ما عمر جابر بص هيطير له في الناحيه دي هيديها لك ازاي؟ لا مش هيديها لك طبعا. بص ما تقدرش تحكم على اللي بيحصل في الدوري المصري على البطولات الكبيره الافريقيه الكبيره اللي هتلاقي مستويات مختلفه وهتلاقي ضغط مختلف عليك وهتلاقي المساحات اللي انت عايزها عشان تروح وتقدر تعمل واحده مظبوطه. لا انت ممكن في مباريات اللي هي من الادوار الثانيه انت عايز واحده يعني انا بحل كل المشكله عشان اطلع عمر جابر لو ما قدرش يعملها برجليه الشمال بقت مشكله. هو عمل طبعا اوفرات برجليه الشمال هو لعيب كويس بس انا عايز الاوفر بتاع سيد معوض اللي خلص بيه الماتش، عايز الاوفر بتاع معلول اللي خلص بيه الماتش، عايز الاوفر بتاع المحمدي لما جلبرتو. عايز الاوفر الجيد، عايز الاوفر بتاع طارق السعيد بتاع طارق السعيد، عايز الاوفرات اللي هي تقدر واحده اخلص بيها الماتش. بس انا بدور احنا طول عمرنا انا بلعب كره قدم ليه؟ عشان اوصل لجول. اخر واحد على فكره اهم باص في اللعب هو اخر باص قبل الجول. طبعا الاساس اللي بيوديك اخر باص ده لو مش سليم يبقى كل اللي انت بتعمله توسيع في اللعب ده ما مش لازم. ما انا بوسع كل ده واخر باص راح غلط خلاص كل اللي انا عملته قبل كده كله في الاول. وليد سليمان وليد سليمان يعني الماتشين الوديين مجهوده كويس جدا الناس مبسوطه منه لكن ربما التشكيل الاساسي برضو انا تلاقيهوش. انا لا وليد مش هيبقى من التشكيل الاساسي لا عشان نبقى واضحين. وليد عنده الامكانيات كبيره جدا وعنده الشخصيه القياديه جوه الملعب وعنده خبره اللي تقدر تساعده ان هو يقدر يحل لنفسه في اوقات مهمه جدا. انما وليد مش راح في احسن حالاته للمنتخب يعني عشان قبل كده كان قبل كده كان احسن بكتير وكان يقدر يدي قد كده كتير جدا. هو مش احسن هو رايح طبعا بعد اصابه طويله بس هو وليد يقدر بخبراته وقال وليد عنده قلب بخبراته ودماغه الكويسه اللي في كره القدم يقدر ان هو يفيدك في اوقات كتيره في المباراه. انما اذا كنت هتاخد وليد عشان لما تزن تلعب باك ليفت مش هينفعك. يعني مش حابب دي لا طبعا يعني لو لكن وليد ممكن الماتشات تجيبه هو هيجي وليد كويس هو وليد من الناس اللي هي بيغيب كتير ويرجع يبقى كويس بس انا لو انا خدت وليد وجيت الزنقت ورحت حاطه في حته الباك ليفت هخسر المكان وهخسر وليد. استاذ احمد من ظواهر البطوله المهمه الجمهور والتوزيع التذاكر والاول مره يتعمل سيستم كويس في تذكرتي. انت متابع جيد للتفاصيل شغل اللجنه
والله ضوابط يعني الجماهير. لا بالعكس، انا شايف ان دي ضوابط رائعه جدا وهتجنبك مشاكل كتير جدا في بطوله انت مش عايز تحصل فيها هفوه او سلبيه واحده. انت عايز تطلع البطوله بشكل متميز. اولا انت حريص ان الجمهور يحضر وحريص انه يحضر بشكل كبير. طيب واهلت ملاعبك واهلت كل امكانياتك لده من حتى وسائل مواصلات النقل العام، عمل الشراكات وكله، اهلت كل الامور اللي تخلي الجمهور يحضر. فمش عايز كمان الجمهور يبقى داخل الملعب وممكن تحصل مشكله ما تقدرش تسيطر عليها، ده في النهايه صوره مش تقدر تشيلها. فانت عملت نظام تذكرتي انا اعتبره انه نظام رائع جدا، وهو اول اختبار هيحصل في البطوله ان شاء الله ينجح. لان لو انا شخصيا هبقى ده جزء من السعاده الخاصه لي انا كاحمد ايوب، ان اديلي اكتر من 5 6 أو 7 سنين بشوف مباريات بتمهد ان يبقى المناخ ده موجود بالظبط. تمام. فاللي عمل الفكره ديت بصراحه انا بشكره، والاصرار عليها انها تبقى. وبالمناسبه ده وانت بتقبل تنظيم البطوله من 6 شهور ده كان تحدي كبير بالنسبه لك، والناس كلها كانت بتراه انك مش هتقدر عشان الجمهور ومش هتقدر عشان حاجات كتير جدا، وبترمي لك الكارت ده. فانت عملت نظام. لا كنت بتجهز نفسك. لا ما ظهرتش كده. لا مش قصدي انا وانت بتقبل البطوله الناس كانت براهنه انك هتخسر نتيجه الجمهور اللي عندك والمشاكل. انت كل ما الجمهور كان بيحضر عندك والسوق السوداء بالظبط. ده معجزه انك تقضي على السوق السوداء. انت قضيت. اولا عملت تنظيم رائع لدخول الجمهور، انضباط اجباري على كل واحد مش حابب يفكر. بقيت عارف الغلطه هتكون فين. تمام. خلاص. اثنين قضيت على السوق السوداء. 3 قضيت على الزحام في دخول الملعب والخروج منه، هذا هيبقى شكل هناك وعود بهذا الامر. ومنظومه مش بس متسابه كده، لا ده منظومه متابعه من اعلى مستوى في الدوله. طيب عايز اضيف حاجه على الميزات بقى. وهي ميزه هتزود من دخل الكره المصريه والانديه. احنا كنا مش عارفين نسوق السيزون تيكت، البطاقة صحيح. الموسمية صحيح. اللي هي مصدر الدخل. ويجي كابتن حمادة رحمة الله عليه إمام يقول لك دوري كامل العدد اللي هو الدوري الإنجليزي. ليه كامل العدد؟ لأنه بايع 85% من التذاكر قبل الموسم سيزون تيكت. مش الأهلي عملها قبل كده من زمان؟ ما تقدرش تعملها لسبب بس دلوقتي تقدر تعملها. بالظبط. ما كنتش تقدر تعملها لسببين اتنين مهمين جدا. إن الملاعب ما كانتش جاهزة، فأنت مش عارف بكرة ملعبك فين. صحيح. هتبيع كم تذكره؟ احيانا كنت بتبيع تذاكر والناس تبقى اشتري البطاقه بس المقصوره اللي كانت 200 تذكره، انت بتلعب في المقصوره 50 تذكره، ففي 150 واحد اشتروا وما دخلوش، السنه الجايه ما اشتروش منك. طب شاري التذكره على ان انت مباراتك في ملعب القاهره. في استاد القاهره. لا نفسه في حته ثانيه. مش هيسافر. لا اصغر. فانا البطوله دي هتديني ايه؟ هتديني بنيه اساسيه وملاعب في كل محافظة على الأقل في أكتر من ملعب. دي نقطة مهمة. صالح للاستخدام. محافظات. إيه؟ المحافظات. أيوة. البطولة دي نظمت في الثلاث أربع مدن اللي شغالة فيها البطولة. أنا أتمنى إن يكون بداية كمان نكمل بقى. إنك على مستوى الجمهورية. إني محتاج استاد المنيا واستاد أسوان واستاد المحلة واستاد كذا. تعرف استاد أسوان ده لو شغل صح. ده رافد سياحي. ساعة الجمهور ساعته اقل. لا في حاجة كمان يا استاذ ابراهيم. الاندية الجماهيرية في المحافظات عندها جمهورها وبيحبها قوي وبيقف وراها. وعنده تعطش. وعنده تعطش للمباريات. سلام على لو انت قدرت لو انت قدرت تعمل النظام ده اللي يسهل لك دخول الناس لما خلاص هو اصلا. لا ما هو في حاجه كابتن ده سوفت وير اخطر يعني. لا لا هقول لك على حاجه كابتن، وانت استاذنا في ده وعارف وخبرتك قديمه. احنا عندنا مشكله دائما نتحمس للفكره الى ان تنتهي. انسى يا فندم. ده في شركات انشئت وفي لا انا بتكلم على فكره الاهلي ابتداها وكان حقق نجاح بس ما كانش كامل. بالظبط. التجربه دي كامله لان فيها انضباط رهيب. هنا بقى هنا بقى مش هينفع ان انت تخرج بره الانضباط. لا ينفع في حاله لو انت سبت الامور كده فكره ان كل حد يعمل. انت محتاج كاداره منظومه رياضيه في مصر تبدا تدي توجيهات واضحه وتعليمات واضحه. النموذج اللي ما عندوش ده انا اسف مش هيلعب. مفيش استاد هيتفتح الا اذا كان وراه شركه. وهنا يعني انا من ضمن الاخبار اللي عجبتني جدا الفتره اللي فاتت هو فكره المشاركه اللي هيدخل فيها نادي غزل المحله.
الايه؟ المشاركه. الدخول مستثمر مشارك لنادي غزل المحل في الفتره اللي فاتت. متابعت ده ولا لا؟ يعني بس انا لازم اشوف النتيجه. ما ماشي انا بتكلم كفكره. نتيجتها وتاثيرها ده بعدين، لكن فكره ايه؟ انك انت نادي جماهيري زي غزل المحله تفقده لاكثر من 10 سنوات النهارده مش موجود في الدوري. انا شخصيا انا واحد خسران، لان نادي غزل المحله انا واحد من الناس كنت مباريات الاهلي مع غزل المحله او الزمالك مع غزل المحله دي اهم اهم مكان كانت مباريات قمه. انما انت خسرت هذا النادي زي ما خسرت مثلا نادي زي المنيا، زي ما خسرت انديه كتير والمنصوره والسويس. الانديه ديت محتاجه امكانيات، جزء منها اللي بيحصل دلوقتي، الجزء الثاني انك تخلق لها مساحه ونظام يضمن ان الجمهور يدخل، لان العائد الاساسي من الجمهور، فازاي تدخل جمهوره؟ هذا النظام بتاع تذكرتي انا بقول لازم بسرعه يطبق في كل المحافظات، وبالدليل وبالمناسبه مش محتاج ان كل واحد يجي له تعليمات، المفترض اي رئيس نادي عنده عارف مصلحه ناديه يبدا يطبق النظام ده على فكره، ومش طبعا مكلف بالمناسبه. مش مكلف خالص. انت محتاج بس هو في البدايه هيبقى مكلف لما عشان الناس تتعلم، وهي لازم الدوله كمان تفضل مكمله في المشروع بتاعها اللي هي عملته، يعني ما تسيبوش الانديه، لازم تفضل مكمله لغايه ما الكلمه اللي قالها سياده الرئيس ان دي هتكون دفعه هو عارف يعني ده هو بيقول وعارف وعايز يوصل لايه، مش هيرمي كل الفلوس اللي اتصرفت دي وهيسيبها للعشوائيات تاني. كابتن عدلي، متابعه الرئيس واجتماعاته الكثيره في هذا الملف وزياراته لاكثر من مره للملاعب دي مش بس عشان بطوله بتنف لا مش ده اللي يعمله الرئيس السيسي، هو عارف وعايز البطوله دي تستغل ازاي، وان زي ما الكابتن غير الرياضيه عندنا فرصه تغير الحياه الرياضيه تغير طبعا صوره مصر في القاره وفي العالم. نقدر ندخل دخل رهيب من النظام ده، ملاعب محدده وسيستم محدد، معناها ان انا عندي كم محدد من التذاكر، عارف ان انا لما ابيع للناس هيروحوا بالتاكيد. طبعا البطاقه دي هيبقى عليها اعلانات هتجيب لك دخل تاني. صح. يعني هتبص تلاقي نفسك الاستثمار عندك حوالي 35% ايراد اتضخوا في السوق علشان الانديه تقدر تعيش. وانت كنت شايفهم انت كنت شايفهم، ما كنتش عامل حساب، ما كنتش عارف تستفيد منهم، ما انتش عارف توصلها اصلا. صح. يعني انت حتى يعني انا يعني انا كنت بحاول ان انا لما كان في التراس بيستجيب يعني في الاول كنت بحاول ان انا اقول لهم ساعدوني في التسويق، عايز ابيع الدرجه الثالثه بطاقات، ابتدينا يساعدوني وبعد شويه وقفت لان الملعب كل ماتش متغير. صح. حتى انت مش عارف تقول له تذكرتك دي هتقعد فين النهارده، بقى السيزون تيكت بتاعه عارف هيخش الاستاد كرسيه فوق هناك اهو هيطلع عليه. صح. وفي نفس الوقت عارف انه لو عمل مشكله هو معروف ده طبعا هو ملتزم. البعد بقى الامني والتنظيم، البعد الامني اللي انا كمان انا لازم ابقى مشفق على رجال الامن. النهارده كان كل بيروح يامن بطوله، انا كنت احيانا بسال رجال الامن انا رايح امن، عايز امن الناس، فلاقي في ناس جايه تفتعل مشكله معايا عشان تخرجني عن صوابي، فانا بحاول اتحمل. انت دلوقتي بتخفف، بالمناسبه النظام ده ممكن يوصلنا لمرحله تانية ان رجال الامن نفسهم يبقوا مرحله تانية، وان في امن رياضي، شركات امن هي اللي تقوم بهذه المهمه. انت مش محتاج الامن بهذه الكثافه لانك هتبقى عندك نظام انضباطي اكتر. فده حاجات كتير جدا بتغير شكل المنظومه الرياضيه في مصر، لو احنا خدنا بالنا منها ومشينا على الخط ده اعتقد هنوصل. مش بس تذكرتي نظام الدخول، بالمناسبه انا ساكن جنب استاد القاهره، انا شفت اللي حصل حوالين الاستاد من طرق ومن فتح طرق جديده ومن تمهيد طريق الدخول، حاجه رائعه رائعه بجد. انت حولت استاد القاهره لمنظومه كامله، وانا بقول دي بنيه تحتيه بتتخلي عشان بجد. عايزين كمان بس نلحق ندي رسالة إن البطولة مش داخل الملعب بس، طب في الشوارع. طب عايزين نبتدي نخلق ثقافة شعب هتتعامل مع بعض الضيوف. صحيح. لازم تكون أنت داعم، ولازم تكون مؤازر، ولازم تكون مرحب، ولازم تكون بطبيعة المصري الشهم الجدع اللي بيقابل الناس بابتسامة حلوة ومساعدة علشان تحبب الناس في زيارة مصر. مصر تقدر هذه البطولة أن تقدم لها الكثير جدا، متصحح الكثير من المفاهيم عشان لما نوسع الدائرة لبطولات أخرى أكبر نبقى احنا شعب جاهز لاستقبال الآخرين. احنا محتاجين البطولة دي على فكرة جداً. مش هي اللي محتاجين، احنا محتاجين ده طبعا، مش هي اللي محتاجين. احنا اللي محتاجين البطولة جدا عشان يعني عارف. طب كلمتك في دقيقة وكلمتك
يا دوبك عمال بيزن في ودني. لا لا انا دقيقه ودقيقه ودقيقه دقيقه فنيا. انا خليني اخر واحد، انا اظهر واحد. انت بتاخد اللمسه الاخيره. احمد بيه، انا رساله كده واضحه، اذا كانت الدوله وكل الاجهزه الرياضيه شغاله واهدت زي ما قال كابتن عدلي، انا كمواطن يجب ان اشعر اني مستفيد من هذه البطوله، وان استفدت منها تعود بان انا اقدم الصوره الحضاريه العريقه لمصر في اكرام للضيوف، في التعامل معهم، في اظهار احترام ثقافتهم، صوره لا وثقافتهم ثقافتهم يا كابتن ابراهيم. احترام ثقافتي انا، ثقافة اللي من خلال تقديمها في احسن صور، اللي فيها اخلاق، اللي فيها قيم، اللي فيها شهامه، اللي فيها جدعنه، اللي فيها نظافه، اللي فيها حفاظ على المال العام اللي اتصرف عليه ملايين ده عشان يبقى بهذا الشكل. انا اسف، في صوره شفتها امبارح او النهارده على السوشيال ميديا لمحور رود الفرج، انا زعلت اللي اتعمل فيه، انا زعلت بجد من اهل من اخواتنا المصريين. انت محتاج عندك بنيه اساسيه تصرف عليها عشرات الملايين عشان تظهر مصر بشكلها اللائق وبصورتها الحضاريه اللي كل العالم بيحترمها. انت قدم هذه الثقافه وساهم بيها، وانت مستفيد، لان لما السياحه تجيلك، لما الفرق دي ترجع تاني، لما تنظم بطوله اكبر من ده، انت كمصر هتستفيد بكتير جدا. بمناسبه السياحه، برامج تنشيط السياحه موجوده بقوه ولا لا؟ موجوده بقوه، وزاره السياحه عملت كمان حتى بروتوكول مع اتحاد الكوره ومع الاتحاد الافريقي للترويج للبطوله. وبالمناسبه عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انه نسبه الاشغال في الفنادق المصريه ارتفعت بشكل كبير جدا 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 مع اقتراب البطوله. نعم، مع اقتراب البطوله الايام ديت. انا بقول لك ده معلومه، مش نسبه الاشغال عاليه جدا. لو استنيت للاخر مش هتلاقي الدقيقه بتاعتك. ففي دقيقه زي ما بدات انتهي. البنادم اللي يجيله فرصه وما يستغلهاش ما يدورش عليها تاني، واحنا كبلد كلنا في فرصه ان احنا كلنا ناخد خطوه لقدام. الواحد والله بيشوف فيك زاويه جديده. عبقري. لا، فيلسوف كمان فلسفه، بيكلمك في حاجات. لا بص، خالد ديبو بيتكلم زي ما بيلعب، السهل الممتنع. لا، وفي زاويه جديده يعني فعلا، يعني جاب سوبر هاتريك النهارده. يعني ده 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 رساله تعليميه مختصره، الفرصه اللي تجيلك ما تستغلهاش وما تدورش عليها. فيلسوف استاذ ابراهيم، اتفضل يا باشمهندس. ما انت اللي هتقفل، ما هو بيقول لي مش هلحق اقول حاجه. لا، اصل انا قلت اللي عندي، انا معول على البطوله دي انها نخرج منها بفوائد جامه، معول على ان الجمهور هيكون على اكبر قدر من المسؤوليه، خصوصا جماهير الاهلي اللي الناس بتحاول تشكك وتشيله اي سلبيات. خلي بالكو، الناس هتلعب اللعبه دي، في ناس هتلعب اللعبه دي عايزه تشيلكوا سلبيات. لا، انتوا اكتر ناس بتحبوا بلدكم، لان انتوا غالبيه الشعب المصري. استاذ احمد، بنشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك يا صويم انك انت اديتني فرصه تواجد في هذه المساحه الرائعه. شكرا جزيلا، اسعدتنا وشرفتنا كابتن خالد بيبو، شكرا جزيلا. انا ما كنتش في حلقه، انا كنت في درس تعلمت منه حاجات كتير. حاجه جميله يا كابتن. شكرا جزيلا للكابتن خالد بيبو، نجم النادي الاهلي والكره المصريه، وصاحب السوبر هاتريك التاريخي، عضو لجنة المتابعة والتخطيط لكرة القدم في النادي، ومدير عام أكاديميات النادي الأهلي، والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور وعضو النادي الأهلي. باشمهندس، خلص الكلام؟ خلص الكلام، وأعتقد أن احنا قدمنا حلقة مختلفة شوية عن النمط التقليدي. الضيوف هم اللي بينجحوا لك أي عمل وبيدوا لك أفكار الأسئلة. أشكركم على وجودكم. شكرا جزيلا، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.